حكم واحد، مشهد تمثيلي انت وابو شاهين. ابو شاهين، ممكن تخبرنا يوم الخميس الساعة 3 المساء وين كنت ومع مين؟ يوم الخميس الثالث المساء كنت طالع ويا صديقتي. ويا صديقتك، شو كنتوا عم تعملوا؟ كنا طالعين نجيب اكل ونرجع للبيت. مباعدة ما طلعت، اكل. يوم الخميس يا ابو شاهين الساعة 3 المساء كنت مع رفيقتك طالع تجيب اكل، شو الاكل؟ جبنا طماطم، جبنا بيض وبصل، جبنا باذنجان ورابطين خبز. ليش شو عملتوا جزمز؟ يا ربع مشهد عمار تكفى. والله عيب، يعني طالع انت ورفيقتك وكل هالقد، انت بتكلف جيب لحمة. قصدين أنا أريد أشتري سيارة جديدة. أها، أشتري سيارة جديدة. حلو الجواب، حلو صح. مشاهد أبو شاهين، ممكن تحكي لي علاقتك الحقيقية بدون لف ودوران يا أبو شاهين؟ ممكن تحكي لي علاقتك الحقيقية مع صديقتك؟ علاقة عاطفية ولا علاقة مصلحة لأنه مع مصاري؟ لا، هي هم فقران، يا اثنين فقر ولاعبين. اه يعني هي كمان فقيرة؟ احنا ما والله الولد صريح يا جماعة. فقر فقار والله، والله صريح صريح. تكفى سحبه بالكلام يا مان، تكفى. العفو سياده الضابط، انا على شنو متهم جايبين هنا انا يمكن بالتحقيق؟ صح، انت متهم. ممكن استشير المحامي؟ طبعا اكيد. انا ما اقدر ادل باي كلمه بخلال التحقيق اذا مو عن طريق المحامي. ما انت حكيت كل شيء حبيبي، شو لسه بدك محامي؟ انت اعترفت بكل شيء. صح، ما اعترفت بس على الطماطم وبيضك، هو شغلات. انا بس سعد دينك يا رجل، ولك يسعد دينك. والله كفو، والله العظيم كفو. شنو خلاص انا عامل مسلسل انت يا اخي، بس انه يعترف بسرعه. لا تعترف، اصمل يا سيدي، طول بالك علي، انا عندي امي عبايش، الله يرضى عليك. خليني بس اللي بدك يا، انا جاهز. بدك بفصم لك على 10 بس يا سيدي، والله انا عندي عيال وعندي امي بدي اعيشها. حرام الفلوس الحرام تعيشها. لما اتمكن من العثور على بدك شو وياك العشر جاوب يا سيدي، اللي بتحمل كل شيء. افتح الغرفه على السريع، جيب لي اشلح. انزل من جلدك جلد اليوم قسما بذات الله يا سيدي، طول بالك الله يرضى عليك. انت ولك انت وضياء سون شوشره بالمنطقه وابو شاهين موجود. يا سيدي التوبه يا سيدي، والله ما عاد عيد بدك، انا جاهز. امرك امرك. جاهز. طول بالك يا سيدي، الله يرضى عليك. بدون ضرب، الله يوفقك بدون ضرب يا سيدي. لا شنو؟ اه انت عم تضربني هيك؟ خربت الهيبه بالضرب. ارجع عيد، ارجع عيد. تعال يا اضرب، يلا اضرب. يا سيدي والله ما عاد عيدها. ايدك تتألم. خلص ابو شاهين، لك خلاص. خلاص اي هذا الضرب، اي هذا الضرب، شغلها. اي يلا شغلها يا مان. خلص يا زلمه. لا اخبطني يا سيدي، خلص يلا شغل. ابو عبد الله عمار، اقول لك شيء. الحمد لله ما فازوا، احنا اللي بنفذنا هذا. والله ما عندنا السيناريو حبيبي. اقول لك شلون اثنين بغرفه التحقيق ناصري باع عند الشباك. اعوذ بالله، بحط رجلي انا والله ما قعد دقيقه واحده. يا رب انا احس نفسي انه من اول كف صراحه ممثل بارع والله. لا عيونك من عندي شهاده يعني انت.